بدل ما نتكلم عن مشاكلنا وحياتنا الآن وإحنا في مشكلة وفي مأزق رهيب اقتصاديا، بنقول ده عشان نكمل الصورة. ده لو يعني لو إحنا اعتبرنا حتى أن الصورة ناقصة فبنحاول نكملها برأي مختلف، بتحليلة، بإيقاع ونبض الشارع، الصورة اللي مش واصلة توصل. بكلم ده للمواطن، أنا ما بكلمش مسؤولين، لأنه الحقيقة مسؤوليننا في مصر على درجة من الإخلاص والحماس والإيمان ببلدهم ورغبتهم الحقيقية في إن هم يعملوا حاجة كويسة للبلد، لكن هم ممتلئين بإحساسهم بأنهم يملكوا اليقين والحقيقة، هم اللي عارفين مصلحة البلد، وهم اللي يعني شايفين الصورة صح، وهم اللي بيعملوا كل حاجة كويسة، وإحنا بس مش واخدين بالنا، بس إحنا مش عارفين. الكلام ده أنا شخصيا بقالي كتير بتعرض له، ما عنديش مشكلة فيه، يعني أنه كل من صعد إلى تلك المسؤوليات وجلس على هذه المسؤوليات، وهي ثقيلة وصعبة طبعا، طول الوقت هم طول الوقت. أنا يعني ناقشت الجميع في عصر نظام مبارك، في عصر حتى في أيام الإخوان، أيام المجلس العسكري، الآن، وكلهم عندهم نفس النغمة الواحدة، كلهم معتقدين فاهمين أحسن وعارفين أكتر وشايفين الصورة وبيعملوا الصح، وكلهم تقريبا شاركوا في بلاء البلد وفي الكوارث اللي تعرضت لها البلد. ومن ثم